Do you think international travel will be opened up this year? Too hard to tell at this point, Maria. I hope down the road it is, but I'd say we're taking this. Our priority is opening up the domestic economy. Obviously, for business people that do need to travel, there will be travel on a limited basis. But this is a great time for people to explore America. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان في هذه الحلقة. هناك موضوع أثارني مؤخرا هذا الأسبوع، فقررت وضع فيديو بخصوصه، لأن الأمر يهم من يقتل هنا في أمريكا ومن يقتل خارج أمريكا، وربما هو يعني أوشك على القدوم إلى أمريكا أو يخطط إلى القدوم إلى أمريكا. فهناك سؤال يطرح مؤخرا، وهو هل سوف تستأنف الرحلات الجوية الدولية، يعني الرحلات الدولية هل سوف تستأنف أم لا؟ قبل الدخول في الموضوع، يجب أن نعلم أن شركة الطيران في أمريكا تعاني جدا. شركة الطيران توصلت بأموال كبيرة من الحكومة الفيدرالية لدعمها، لأن بالطبع ليس هناك طيران، لأن هناك قيود مفروضة على الطيران الدولي. أوكي، فهناك سؤال طرح مؤخرا على وزير الخزينة الأمريكي ستيفن مينوشن، وسئل أسئلة تتعلق بالأنيمبلويمنت، تتعلق بالظروف التي يمر منها المجتمع الأمريكي. من بين الأسئلة التي طرحت على الوزير، وهي هل ترى أنه الرحلات الدولية سوف تستأنف؟ هذا هو السؤال المهم والذي يجب أن يثير اهتمامكم كذلك. فكان جواب الوزير أنه، وأعتذر، أنه قال إمكانية السفر حاليا صعبة في الظرفية الحالية، إمكانية السفر الآن صعبة في الظرفية الحالية. يقول كذلك أن السفر الدولي سوف يكون محدود، وسوف يستفيد منه رجال الأعمال الذين يحتاجون إلى السفر. لم يتحدث عن الأشخاص، قال فقط رجال الأعمال الذين يعني يحتاجون إلى السفر. كما أنه شجع على التركيز على السفر الداخلي، لأن التوقعات السفر الدولية تبقى غير مؤكدة، لأن العديد من الدول في سنة 2020 يعني عندها قيود على السفر الدولي. لذلك شجع الأمريكيين على اكتشاف البلد في حالة مثلا تم فتح البلد وتم يعني عودة البلاد إلى المعتاد، إلى ما كانت عليه. فقال بأن التركيز سوف يطلب من الأمريكيين مثلا السفر فقط داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فهل هذا معناه أن لن يكون هناك سفر دولي؟ هذا ما أريد يعني معرفته، ولذلك قررت وضع هذا الفيديو. أوكي؟ قال كذلك أنه ليس للمسافرين الخارجين من الخارج خيارات، يعني حتى إذا كنت تريد القدوم من الخارج إلى أمريكا ليس لديك خيارات، لأنه هناك قيود وإجراءات على السفر الدولي. وطلب الأمريكيين كما قلت باكتشاف البلاد، لأن أولوية الحكومة الآن هو فتح الاقتصاد المحلي أولا. أوكي؟ كما يقال أن العديد من مسؤولي الشركات الطيران هنا في أمريكا أكدوا أن أغلبية المسافرين ليست لهم نية حتى في السفر داخل أمريكا. لماذا؟ لأن العديد من الأشياء مغلقة، المطاعم مغلقة، الفنادق مغلقة، يعني المنتجعات مغلقة، يعني مثلا هنا في فلوريدا منتجعات ديزني ويونيفرسال وغيرها من الأمور مغلقة، بمعنى أن المسافر الأمريكي حتى إذا سافر سوف يسافر إلى أين وماذا سوف يفعل؟ فيقال أنه ربما سوف يتم تعليق السفر الدولي، تعليق السفر الدولي إلى غاية سنة 2021. فربما إذا كنت تنوي سفر، أتحدث الآن، إذا كنت تنوي سفر فحاول عدم الإسراع إلى غاية أن يتم الإعلان أنه مثلا تم رفع القيود على السفر الدولي، أو أنه شركة الطيران سوف تعود إلى
المعتاد أو شيئا من هذا القبيل. مؤخرا قرأت أن شركة الخطوط القطرية قامت بتسريح ربما 2,000 أو 3,000 دولار، لست متأكدا. هذا معناه أن هناك أزمة، أن هناك أزمة في شركة الطيران. أوكي، شركة الطيران أو النقل الجوي انخفض ربما ب 95% أو 98%، يعني نسبة كبيرة كبيرة جدا. الكروز أو هذه الشركات السياحية البحرية أو ما يسمى بالكروز، هناك بعض الشركات التي قامت بتعليق الرحلات، تعليق الرحلات إلى سنة 2021، وهي من الشركات كذلك التي تضررت بسبب الأزمة. فصراحة جواب الوزير شيء ما مبهم. هل سوف يتم توقيف الرحلات الدولية بمعنى أننا لا يمكننا السفر لمثلا زيارة أهالينا خارج أمريكا، أم أن حتى الناس المقيمين خارج أمريكا ويرغبون في الهجرة إلى أمريكا أنهم سوف يتم منعهم من السفر بسبب القيود المفروضة من طرف بعض الدول؟ الله أعلم. فكما قلت، جواب الرئيس قال، جواب الوزير قال بأن الأمر صعب الحديث عليه الآن. هل الأمر سوف يتغير في آخر السنة؟ الله أعلم. لأنه معك من الأسف، وأفتح قوس الآن، أنه كما تتذكرون وضعت فيديو تحدثت فيه على اللقاح الذي يعني قامت شركة جيلعاد ساينس أنها يعالج الناس. هناك يعني كلام يقال الآن في أمريكا أن العلاج غير فعال، أن العلاج غير فعال، بمعنى أنه انتشار الفيروس ربما سيستمر. هناك أقوال من طرف الرئيس الأمريكي أنه من الآن إلى غاية على الأقل جون سوف تعرف أمريكا وفيات على الأقل 2,000 وفاة كل يوم. بمعنى إذا كان هناك عقار، إذا كان هناك لقاح، فلماذا لا يتم تلقيح الناس وتوقيف هذا المشكل؟ هناك العديد من الأمور، هناك العديد من الأمور التي ربما التاريخ هو الذي سوف يوضحها، ولا أريد الخوض فيها لأنها ربما تعتبر أشياء يعني لا يمكنني الحديث فيها على اليوتيوب، لا يمكنني الحديث فيها على اليوتيوب، لأن هناك مثلا مؤخرا نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس قام بالزيارة إلى مينيسوتا، وذهب إلى أحد المستشفيات المعروفة هناك في مينيسوتا، وأنا أعرف هذا المستشفى ودخلت إليه واشتغلت فيه لمدة وجيزة آنذاك. هذا المستشفى عندما ذهب مايك بينس إليه ذهب بدون أن يضع هذا الماسك الكمامة، فكان هناك يعني غضب من طرف الناس، لماذا تطالبون الناس بوضع الكمامة وأنت لم تقم في عند رحلتك أو جولتك في المستشفى من وضع الكمامة، مع العلم أن من سياسة هذا المستشفى أنه أي زائر عليه أن يضع الكمامة. البارح أو أول البارح قام الرئيس الأمريكي بالزيارة لمعمل في أريزونا، أوكي، لصنع ربما أشياء تتعلق بهذا المرض، الكمامات أو شيء من هذا القبيل. في زيارته لم يقم بوضع الكمامات. فهناك أقوال تقول أن هؤلاء الناس ربما هم ملقحون أصلا، حتى إذا كان المرض فهم ملقحون. فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ الله أعلم. ربما سمعتم مؤخرا بما صار أو ما وقع بين صحفيين في البيت الأبيض. كما تعلمون كل يوم الرئيس الأمريكي مع خليته يقوم بإعطاء آخر المستجدات، يعني ما يقع في أمريكا. وقبل كل قبل دخول الرئيس إلى القاعة يكون هناك يعني صحافة يعني تحاول ما أمكن تأكد من أن البث المباشر يشتغل بشكل جيد، أن الكاميرا تشتغل، أن الصوت يشتغل. فهناك حادث وقع بين صحفيين، فأحد الصحفيين قال وكان المايك يشتغل، يعني الميكروفون شغال، أوكي، طلب منه، قال له لماذا لا تضع الكمامة؟ فأجابه الآخر بهذه الكلمة: ألا تعلم أننا ملقحون؟ فهناك أشياء لا يمكن أن نعلمها، لا يمكن الحكم فيها. هل هذه الأشياء مفبركة مثلا؟ يعني هذا ليس هذا فقط من باب الضحك ما وقع بين هذا الصحفيين، أم أنه حقيقة؟ لكن على كل حال
أقولها وأعتقد أن شركة الطيران سوف تتضرر. أولا هناك انخفاض على الطلب. النقطة الثانية وهي المهمة والتي لا يعلمها الجميع هنا في أمريكا، أن هناك رجل أعمال مشهور ربما الثاني عالميا أو الثالث عالميا، وهو وارين بافي. وارين بافي هذا من الأشخاص الذين لديهم أسهم كبيرة في شركة الطيران. هذا الشخص قبل أسبوع باع جميع أسهمه، باع جميع أسهمه بخسارة 1.4 مليار دولار ربما، لست متأكدا لكن الرقم فوق المليار دولار، باع جميع أسهمه التي يمتلكها في شركة الطيران. فهل هذا الشخص يعلم أن الأمور سوف تسوء؟ هل هذا الشخص يعلم أو لديه معلومات بأن قطاع الطيران لن يشتغل هذه السنة ولذلك حاول أو بيع أسهمه من الآن؟ شخصيا عندي يعني استثمارات في قطاع شركات الطيران كديلتا وشركة يونايتد إيرلاينز، الأرقام هوت يعني اشتريت هذه الأسهم الشهر الماضي، الآن الأسهم يعني نزلت بشكل كبير، وانتظر الى ان يتم يعني رفع القيود ويعني ربما الرجوع الى المعتاد لكي اقوم ببيع هذه الاسهم. لكن كما قلت هناك اشارات ربما تكون صح وربما تكون غلط. فعلى كل حال هناك دائما هذا السؤال يطرح في الصحافة في المرئية او المقروءة، هل سوف يتم استئناف الرحلات الجوية؟ إذا كان لديكم أي معلومات أو تريدون التعبير على آرائكم المرجو وضعها في التعليقات. شكرا لكم على انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.